الإخوان تحية لكم جميعا. كيف العادة نتمنى إن شاء الله كل شيء يكون بخير. هذا الفيديو غادي يكون خفيف ظريف، وهذا الفيديو غادي يكون بالنسبة للناس اللي مازال جداد في القناة. مؤخرا زادوا شوية المتتبعين، وسيرتو الناس اللي مازال ما كيعرفوا والو على فلسفة الحبة الحمراء. بغيت نعطيكم واحد الهدية، كتاب زوين باللغة العربية، غادي يكون كمدخل بالنسبة لك لهاد الثقافة أو لهاد الفلسفة ولا سميها شنو بغيتي، وهو كافي باش تعرف بزاف المسائل المهمة في هاد الثقافة هذه. هذا الكتاب كان كتبه واحد الأخ صديق ديالنا، صديق عزيز، الاسم ديالو محمد، تحية ليه وكنشكره بزاف على المجهودات اللي بدل. اللينك ديال الكتاب غادي تلقاوه في الوصف. المهم ما نطولش عليكم، تحية لكم دراري جداد، رجال جدد في المدينة، ما تنساوش الجرعة ديالكم اليومية، وبالنسبة للناس القدام الجرعة الأسبوعية ولا بد منها. هاد الأيام ربما غادي يكون واحد الانقطاع، عندي بزاف ديال المشاغل، ما غنغبرش بزاف ان شاء الله، وغادي نرجعوا بشي لايف. وبطبيعه الحال الا لقيت كيفاش ندير يعني نوفق ما بين هاد الضغط اللي يكون عندي الايام ولقيت الوقت نعمل فيديوهات قصيره على الاقل، راه غادي نحاول ما امكن نوفق ما بين يوتيوب وما بين يعني الحياه الشخصيه ديالي. تحيه لكم، وكان هذا هو الفيديو.